الله الرحمن الرحيم. وهني القيادة الكريمة بحلول شهر رمضان المبارك، الشعب السعودي والأمة الإسلامية، عاده الله علينا جميعا باليوم والمسرات والخير يا رب. الذكريات كثيرة حقيقة، لكن أنا يعني من الشيء اللي كان آخر شيء حصل يعني وكان يعني ملفت، اللي هو مباراتنا في نهاية الموسم اللي راح وإحنا مع مشرفين على نادي الرائد، والمباراتين الأخيرات أمام الأهلي وأمام أبها، عندما اتخذنا القرار بإبعاد المدرب المدافع رينيه البرازيلي عن التشكيلة لأسباب فنية يعني، ويمكن شفناها آخر شيء صار فيها كلام ولغط كبير، لكن القرار كان متخذ من جميع الجهاز الفني بمشاورات طبعا. اللي كان في الموضوع والشيق اللي في الموضوع أنه كان رئيس النادي الأستاذ فهد المطوع مسي عليه بالخير يعني فقط متابع، ويرسل لي كان مدير الكرة وليد الغنيم، شوف الغدير ترى بيشيل المدافع عسى ماشر ليش ايش صاير. كان قرار اتخذ خلاص، واحنا ابد قررناه. لعب عبد الله الفهد ولعب محمد سالم، لله الحمد والفضل والمنه، فزنا على الاهلي 3-1 في الجوهره، وفزنا على ابها 1-0 بالمباراتين لم يلعب البرازيلي. لذلك القرار اللي اتخذ بفضل الله اولا، ثم الجهاز الفني، ثم دعم الجهاز الاداري ودعم الاخ فهد المطوع، كان قرار جريء جدا جدا.